وللحديث أكثر عن الطقس وتقلباته والحالة المطرية هذه الأيام ينضم إلينا من الجوف الباحث في علوم الطقس والفلك الأستاذ نزيه الحيزان. حياكم الله أستاذ نزيه. يعني أولا نحمد الله على هذه الأمطار التي شملت تقريبا معظم مناطق المملكة، ولكن نود أن نعرف يعني مزيدا من التفصيلات عن مساراتها في الأيام القادمة، خاصة ونحن مقبلون على نهاية الأسبوع. حياك الله أخي عبد الله، عفوا أنا شاكر لكم في استضافتكم، ومن الصدف الجميلة أن تكون بدخلتي هذه معك. الله يحفظك. بداية نحمد الله ونشكره على هذا الخير والرحمة، ونبارك لأهل الديار المنطورة، جعل الله السقيا رحمة وبركة. ولا ننسى الدعاء لجنودنا البواسل في الداخل وعلى الحدود، أن يحفظهم الله وأن يحفظ وطننا من كل شر. أما بالنسبة لسؤالك، فبمشيئة الله تعالى مدى تأثير هذه الحالة الجوية الممتد حتى منتصف الأسبوع القادم، وذلك بسبب بطء حركة المنخفض الجوي، حيث أنه محاصر من الشرق بمرتفع جوي يعيق تقدمه بوتيرة أسرع في الحالات الجوية الاعتيادية. لذلك شهدنا ليلة البارحة تأثيرها على قطاعات واسعة من المملكة، بداية من المرتفعات وإلى جنوب منطقة مكة المكرمة وإلى القصيم والرياض والمنطقة الشرقية وشمالها، والتي تتأثر الآن بالأمطار. جميل. هذا وسنشهد بمشية الله تعالى موجة ثانية من الأمطار مع محاولة المنخفض التقدم للشرق، حيث تشمل المرتفعات والسواحل ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وجنوب وشرق المدينة المنورة، مع اختلاف في نسب هطول الأمطار بين موقع وآخر حسب توافر واكتمال العناصر الجوية، حيث من المتوقع أن تكون غزارة شمال الحدود الشمالية وشمال منطقة الجوف، وكذلك جنوب غرب منطقة مكة المكرمة والشرق منها، كذلك في المثلث الجغرافي بين حفر الباطن وشمال شرق الرياض وشمال المنطقة الشرقية. وهذه القراءة هي للـ 24 ساعة القادمة أخي عبد الله، حيث أن أماكن الغزارة ستتغير كما أسلفت حسب توافر وتكامل العناصر الجوية خلال أيام نهاية الأسبوع. طيب، هل يمكن معرفة يعني الغزارة في الأيام القادمة، يعني عدا الساعات 24 القادمة، تتحدث عن أن الغزارة المتوقعة في 24 ساعة القادمة ربما تكون شمالا وشمال وشرق مكة؟ نعم، جنوب وشرق مكة. نعم، جنوب وشرق مكة. نعم. الأيام القادمة أو نهاية الأسبوع سوف تمتد الفرص بمشيئة الله لمنطقة الرياض، وغزارة ستكون على القصيم، وكذلك في المثلث اللي ذكرته بين حفر الباطن والصمان وشمال المنطقة الشرقية. لذلك يجب الحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والابتعاد عن المجازفة والمغامرات في السيول، لأن قطع السيول في مثل هذه الحالات خطر جدا ويعرض الحياة للخطر. نعم. مقارنة بالعام الماضي أو الذي سبقه، كيف تراها هذه السنة؟ كل سنة تختلف عن السنة التي تليها أو عن السنة الأخرى، سواء السابق والقادم، حسب المعطيات وتوافر العناصر الجوية. فبعض السنوات قد تأتي الأمطار مبكرا وقد تتأخر حسب الظروف الجوية، من مد رطوبي من بحر العرب والذي يقابله من الشمال المنخفضات الجوية. ففي بعض السنوات قد تتأخر المنخفضات عن الانزلاق نحونا، فتتأخر فترة الأمطار، فتختلف النسب من سنة إلى أخرى. نعم. الباحث في علوم الطقس والفلك الأستاذ نزيه الحيزان، كنت معنا من الجوف عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.